تمام. 32 year old male presented for checking renal stone or hydronephrosis. Then 32 suspected renal stone, CT, the CT mat. Have the pre-post IV contrast to Sinatum oral. تحتاجين كورونا دكتورة؟ أرى بس كملي السيكونس هاي وحولي على الكورونا. أنا بابا رافيل. نعم أستاذ. CT abdomen and pelvis with and without contrast. There is an abnormal site and orientation of the left kidney, which is located in the right side and fused with the lower wall of the right kidney. There is mild hydronephrosis in the left one, which is across to the right, and hyperdense stone in the upper pole with the mild hydronephrosis. No visible mass and no surrounding. يعني هاي الابنورماليتي اللي شفته نو لنفجينوباثي. في سحول هذا الانومالي؟ استاذ هي الكروس ديفيوز اكتوبيا. ديفيوز اكتوبيا اكسلنت. وده تشوفين حتى الفيزز مالتها لو اي نعم استاذ اكيد راح يصير ابنورمال اي نعم. بس نعوف في الكدني اكو بعد اذر ليجن ابنورماليتي؟ يعني بس انا شو الاي في سي شفته كلش ديستندد. اي اكسلنت. اي يعني نورمال هذا؟ لا استاذ بس يعني ما ادري يعني سوى الكونتراست يعني حتى ما داخل الكونتراست. يعني ميبي يعني فد ثرومبس يعني مسوي اوبستركشن للاي في سي. زين. يعني ديفينتلي هذا اي في سي ليجن لو ادجسنت الى انفيدد. الاي في سي اكو يعني اكو استاذ انتيرير تو ات يعني لارج ليف نود وذ سنترال نكروسيس
anterior to the IVC. Then there is a lesion. Other than across fusic tobia, there is a lesion. The IVC TGT could be ممكن شو يكون هذا بالIVC؟ يعني استاذ ممكن ثرومبوس نسوي obstruction للومن. وش كم تايب مال ثرومبوس عندنا بابا؟ استاذ هي البلاند ثرومبوس والتيومر ثرومبوس. Excellent. إيش تتوقعين هاي؟ وش تايب؟ والله استاذ هسه يعني هي التيومر ثرومبوس يعني راح يصير بها enhancement بالarterial phase. أي نعم. شكلها ماخذة يعني مايلد يعني أشوفها يعني مينيمال أكو إنهانسمنت. إذن يعني ميبي تيومر ثرومبس ولونج وماخذة لونج كورس يعني حتى الإليك فين هم يعني انفولد. زين وين الدورين إذا أكو هذا يعني استعدي أكثر شيء الرينال والأدرينال أكثر شيء رينال والأدرينال الرينال ما شفنا بيها شيء الأدرينال اي نعم ما بيها شيء الأدرينال يعني هسه هذه والله دكتورة شوي حركة بلا زحمة ترى بعد وين الدورين استاذ البلفيك أورغان مثلا اذا مثلا بعد تستيكيولر مثلا تستيكل اكسلنت امينا واحد هاف تو لوك فور ذا تستيكل زين فستي رجحتي هذا تيومر ثرومبوس استاذ نعم لان ماخذ انهانسمنت رادر دان بلاند ثرومبوس بلاند ثرومبوس مو صحيح اي نعم استاذ وان هاف تو لوك فور دي ديس اورجانز اي نعم استاذ زين اذر ستراكشرز بالابدومن يعني اللي يشبيها استاذ يعني الليفر هذه اكو شيء بيها بيزز اللي طالعت لنا بالسكشنز البيزز اوف ذا لانجز شفت فيت شيء لازم هاف وان هاف تو لوك فور ذا اول ذا ايمجز على مود اي نعم استاذ يعني ما شفت فيت شيء يعني واضح نعم. بس دكتوره نزلين على البلبس اذا هاي نعم شويه اي نعم هتصعد السكشن اذا هذه صعدي شويه حركي لي فوق من هذا الكروس تمام حتى هاي تروح مال 25 days left تمام اي حاجه اكو ادر كونجنتال انومالي تشوفين وين وزر يعني كنت هذه قاعده رول الاسوشيتد اي وين هاف تو لوك فور ادر استاذ هي تصير وياها السيمينال فيزيكل مرات سيمينال فيزيكل سيست تيجي وياها يعني هذا جنتال يورينري انومالي زين بعد ماكو انوماليز تشوفين بالابدومن شيء يجذب انتباهك يعني ما اشوف والله دكتور ارجع اصعدي لفوق شويه البول مو مروتيتد كور البول شو رايت كلها صايره ليفت سايد نعم استاذ هذه السمول بول بالليفت تو هذه مال روتيشن اوف ذا بول وان هاف تو لوك وان ذير از اني كونجنتال انومالي يو هاف تو لوك فور اذرز مو صحيح رفل نعم استاذ هاي شكيدي شكرا رفل شكرا لحضرتك نروح على اديل ويانا صباح الخير استاذ هلا صباح الخير شلون شديد الو اسمعك شلون بابا شلون صحتك ايه اسمعك الله يسلمك دكتور your opinion بتي هديل your opinion
شفتي الكيس انتي ويانا؟ ايه دكتور، هي مثل ما قال الدكتور رفل، يعني اكو كونجنيتال انومالي اللي احنا شفناها بالكدني، ويمكن شفت ستون اكو بيها هم كروس دكتوبيا، و كان عندنا انهانسنج لونج ليجن. فمثل ما قالت الدكتور رفل، هو احتمال اكثر شيء انه هذا تيومر ثرومبوس. الو الو، تسمع؟ اي اسمع شديد، اسمعك بابا، اسمعك. تسمعيني انت؟ مو واضح. لا والله مو واضح استاذ عدي. جوز النت عندي ضعيف. الو اسمعك انا واضح، اسمعك اسمعك. الو استاذ هديل، اسمعك اسمعك بابا، احنا نسمعك. ما اعرف استاذ تسمعون، انا ما اسمع شيء، صوت مو واضح عندي. احنا نسمعك، انا بالنسبه لي اسمعك كل زين. اوكي هديل، شكرا شكرا، نشكرك هديل. استغفر الله اليك. خلي نشوف فاطمة. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، يعطيك العافية. بس فاطمة، على هذه اللي suspicion مال تيومر ثرومبوس، ممكن تقولي لي شنو تخلين بعد differential diagnosis؟ دكتور، هو باعتبار هذه المنطقة retroperitoneum، أنا ممكن أخلي الليمف نود هنا، ومثل ما تفضلت حضرتك واحد يفكر باللمفاتيك، هو باللمفاتيك. إذا تيومر ثرومبوس أشك أنه تكون تيومر من الاي في سي itself، أو يكون جايني متأخر، وعادة الرينال كلش قليل يدخل دايركت ال. بس هيك بديتي خوش بداية فاطمة. ريترو الليمف نود، شنو تخليني ببالك؟ الليمف نود وميل، فهذا هو بسرعة عامة البيلفيس يحب الريترو بريتونيوم، سواء إذا كان بالفيميل الأوفريز والسيرفيكس، وإذا بالميل فهو تستكيولر، فهذا لازم أشوفه. بنحكي عن السكندري. بلي سكندري جايني. برايمري، شنو برايمري تخلين؟ ديفرنشيال دايجنوستيك. لمفوما دكتور. لمفوما، اكسلنت، لمفوما. بعد. برايمري بهيك منطقة ممكن نيرف تيومر إذا مو لمفاتيك. بعد. انجيو ساركوما ما تخلين؟ إذا كان هذا فكر أنا خارج الآي في سي، إذا بالآي في سي طبعا الانجيو ساركوما أكيد. مو صحيح؟ عمي تخلين الانجيو ساركوما. شكرا شكرا فاطمة. نروح على الدكتورة نور عادل، نرجع. نعم سر. نعم. نور بنتي، احكي لنا على الكيس حتى اذا نسوي توك على السريع. طبعا قبل لا نبلش بالتوك، احنا سوينا يعني هذا الميل اجى، يعني هو يصير يعني اخو طبيبه، فسوينا له فد ورك اب، واول ما بدينا نطينا الاورال، شفنا هذه الريتروبريتونيال ماس، احنا بالديفرنشال دايجنوسيس مال الماسز اللي هي الليمفوما واللايبوساركوما والماتشور تيراتوما، فكرنا بالجيرم سيل تيومر والاكسترامادلري هيماتوبويسيس، كلها جت ببالنا. ورا الاي في كونتراست ما استفادينا، استثنينا التيومورال ثرومبوس لان نون انهانس، الاي في سي جاست الفات بلين بتوين ات اند ذا ليجن نوت بريزرفد، فيعني بقينا انه وي سسبيشس اوف انه الماس هذه مسويه انفيجن للاي في سي. ورا ما انه اخر شيء الدكتور اللي سينيور كان موجود كان خلينا نسوي تستيكولار الترا ساوند، لان يعني هو ميل وهذا الايج، وفعلا من سوينا التستيكولار الترا ساوند طلعت هذه ريجنال لينف نود، لان كلنا نعرف احنا التستس انه تروح تنطي للرايت يودينا للايورتو كيفل، والليفت يودينا للبارا ايورتيك. وهذا التوك هسه راح نحكي على الكيس مالتنا، كانت نايس كيس. راوينا صور نور، راوينا صور على السكروتر. اي استاذ جايبته كله 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 حاطته حتى الهستوباث. في عندي تاشتي ايدك استاذ كلش، انه احنا حنحكي اليوم على التستيكولار كارسينوما بريزنتد از لارج بارا ايورتيك لينف نود.
طبعا قبل لا ابلش احنا ورا ما سوينا كل هذا الكومبلمنتري كملنا الالترا ساوند والدوبلر ايفن سوينا دوبلر طبعا للاي في سي ما كان نورمال الفلو كل شيء ماكو لقينا فد لارج نكروتيك ماس ميجرد 61 ملم ان كرينوكودال لينث 43 ان اي بي لينث اند 44 بالترانسفيرس هذه الكلوز ريليتد للاي في سي اللي هي سيفيرلي كومبريست نو فات بلين سين سيبريتنج فهذه الساين ميك الاي في سي انفيجن بوسيبيليتي هاوفر ذير از نو انترالومينال ثرومبوسيس كونفايند بالدو بالدوبلر كنا شفنا سيتي صعب انه نميزها لان الاي في سي سينز تو بي ديستندد الزملاء هم شافوها وانا ما سوينا التستيكولار الترا ساوند شفنا انه بالالترا ساوند منه وصل اشرح لكم اياه هذه هنا ورا ما راح البيشنت وكمل وتواصلنا وياه طلعت عندنا ميكس جيرم سيل تيومر سيمينوما اند يوك ساك تيومر كومبوننت الالترا ساوند شفنا ال ديفايند هايبو ايكويك ليجن ويذين ذا تيستس طبعا هو بينلس يعني ما عنده اي كومبلين البيشنت هايبو فاسكولار ومايلد اللارج الانفولف تيستس فبشينا ويا انه هي هذه فعلا ريجنال لينف نود انفولفد باي ذا TA of the testis. The testicular cancer is relatively rare malignancy affecting younger men. Majority 68% testicular cancer diagnosed while it's localized stage 1 disease. However, 19% have a disease spread to the regional lymph nodes. اللي هي نعرفها الريجنال هنا نقصد بها اللي بارا ايورتيك والايورتيك ايفل راح نشرحها لاحقا and 12% will have distant metastasis at time of diagnosis. Testicular cancer divided into main germ cell tumor and stromal cell tumor. طبعا التستيكولار germ cell tumor اللي هي كلش احنا راح نهتم بها 90% of all tumor of testis divided into testicular seminoma 40% non-seminomatous germ cell tumor اللي هي 60% واكثر تجي يعني باليونجر patient اللي هي subdivided الى الامبريو cell والكورونود والكوريوساركوما واليوكساك والتيراكوما طبعا احنا مالتنا هذه اللي موجودة هي يوكساك وياها والتستيكولار mixed germ cell tumor اللي هي 15% typically one or more تكون وياها non-seminomatous germ cell tumor and seminoma طبعا الكمس هيستولوجي بالتستيكولار تيومر varies in relative with the age of the affected individual اللي هو احنا راح يعني حسب اللي الريسيرش انه الفيرست ديكيد يجينا يوكساك موست كومن تستيكولار تيراتوما السكند ديكيد والكوريوكارسينوما الثيرد يجينا الامبريونال سيل والفورث هو السيمينوما والالدرلي اللي اكثر من سكند ديكيد لنفوما اللي عاده تكون نون هاتشكين وسبرماتوسيتيك سيمينوما طبعا اليونج ادلت هم اوفر اولموست فريكونسي ان بولد جروب التستيكولار ميكس جيرم تيومر اللي هي الاور كونسرن اللي احنا البيشنت مالتنا طلعت عنده دائما انه هذا تجي كومبوز اوف تو اور مور تايب اوف جيرم سيل تيومر كونسيدرد تو بي بارت اوف نون سيمينوماتوس جيرم سيل تيومر اللي هي دائما الكومبوننت مالتها ديكيتيت البروجنوسيس والتريتمنت يعني احنا من راح تجي عندنا اكثر من تايب الأقوى من هي البوتنتية راح تحدد لنا البروغنوسيس والتريتمنت وجدوا إن هي النون سيمينوماتوس جيرم سيل تيومر دائما تكون هي البوتنت الأوفر أول الأكاونت 10% من كل التستيكولار كانسر 15% الجيرم سيل تيومر الإبيديميولوجي الكلينيكال برزنتيشن راديوغرافيك فيتشر كلها كورسبوند تو كومبوننت أوف ذا تيومر والتريتمنت بروغنوسيس ديكيت باي موست مالجنت كومبوننت من هي البوتنت هي اللي راح توجه الاجريسيفيتي مالته. Most common presentation هو painless testicular mass يعني 45% يعني ما عندهم انه يعني اي sign of symptoms just testicular discomfort. الابدومينال discomfort or abdominal mass هم other presentation. 25% of patients who have retroperitoneal nodal metastasis اللي عندهم testicular CA. طبعا presentation with a distant or extra nodal هو كل شيء less than 5%. هنا هذا الدايجرام وضح لنا اللي هي regional lymph node عندنا البيري aortic والبيري كيفال والايورتو كيفال اللي هي تشمل البارا والبري والريترو. The left and right testes have different lymphatic drainage. The left يروح قبل لأن إحنا ندري للرينال ما يروح للآي بي سي فيروح للبارا أيورتيك لينف نود. في حين الرايت primarily drain to the aortic aval node.
المالجنت ميتاستسايز بريدكتبل فاشن يعني عن طريق الليمفاتيك سيستم، يعني سهل انه احنا نعرف وين يروح الريجنال الريتروبريتونيال نود فيرست لاندنج سايت اوف ميتاستاسيس ديزيز وذ تيومر اوريجينيتنج فروم رايت تيستس اوفن سبريد تو ذا انتر ايورتيك فالنس نود، واللي ليفت يروح للبارا ايورتيك. طبعا احنا عندنا نعتمد دائما تي ام ان ستيجينج، واحنا نوصف لل سينيور اللي هو مثل الأبو البولية اللي هو يختار الستيج اللي يريده. الستيج 1 هو confirm التستس والإبيدمس والسبرماتيك، والتو هو نعتمد على الديستنت الليمث نود انفول بس ما عندنا ديستنس ميتاستاسيس، وعادة التيومر ماركر مو كلش هاي، والثري يصير بسيجنفكنت إلفيتنج بالتيومر ماركر ويروح ديستنت ميتاستاسيس. نانا هذه هسه صورة للسيمينوما. احنا الابيرنس مهم، شفنا ذيك ال ديفايند، هنا السيمينوما تجينا ويل ديفايند هايبوايكويك سيستيك والكالسيفيكيشن ليس كمان نشوفه، وما عندنا اليفيتد بالالفا فيتو بروتين يفيدنا. النان سيمينوما بالعكس نلقاها هيتروجينس مو كلش ويل ديفايند، يجي بيها سيستيك اريا وكالسيفيكيشن، البيتا هيومن كوريونيك الفا فيتو بروتين واللاكتيد ديهيدروجينيز اليفيتد، وعاده البيشنت اللي يصيرون بهم نان سيمينوما هم ينجر نان سيمينوما. واليوكسات نفس كيسنا اللي هي صح احنا ميكس، بس فيها انه شفنا هذا الهايبو ال ديفايند الهايبو ايكويك اريا هيتروجينس الاليفيتد ماركت اليفيتد الفا فيتو بروتين خلانا نكتبه كديفرنشال، يعني رجح موست بوتنت انه هو، لان احنا هنا حتى مذكور اكثر من 90% بالكيس مال يوكساك تيومر من الدي اليفيتد. هاي نرجع الاور كيس جاست فور ريمبر اول ديفاين يونج ايج جروب هايبو فاسكولار مايلد لارج اليفيتد الفا فيتو بروتين، فاحنا نمشي ويا اليوكساك وطلعت لنا الميكس. طبعا reporting checklist كلش مهمه انه size of mass is the tumor limited to testis or and epididymis involvement of testicular capsule tonic albogina، نعرف هذه كلها طبعا احنا حنكون stage 1 حاليا، involvement of tonic vaginalis اللي هي راح تحولنا لل 2 والسبرماتيك كولد involvement تي 3 والسكروتال involvement راح يكون تي 4. طبعا الفاسكولار واللمفاتيك انفاجن مهم ريبورتد انه، واليوني او بايلاترال تستيكولار انفولفمنت مهمه للسانكنارزم، واللمث نود انفولفمنت طبعا احنا لازم نعرف النمبر والجريستس دايمتر. تيك هوم مسج لارج بارا ايورتيك ماس اللي هي اللمث نود وذ نو اذر نير باي جروس باثولوجي ان ميل بيشنت شود prompt scrotal ultrasound examination. كلنا نعرف الفيميل صح هي نفس الدرينج، بس الفيميل عادة من تجي أول شيء حيبين علينا الأجريسيفيتي بالأسايتس، البلفيك هو within the field of view تمام، فإحنا بالدفرنشال كلش راح نكون oriented less than the male، يعني إحنا حنروح الأذر سايد إنه راح نفحص لازم نشيك السكروتال. Lymph node presenting feature of testicular CA in about 25% of cases would describe the tumor homogeneity and correlate with patient age, tumor marker status if possible, suggest the type of testicular tumor. Other reference. Oh, thank you.